من هو ريني ديكارت؟ الأكاديمي والفيلسوف وعالم الرياضيات ريني ديكارت. اشتهر هذا الفيلسوف وعالم الرياضيات بكونه أبو الفلسفة الحديثة، وذلك لتحديده نقطة بداية الكون. أنا أفكر، إذن أنا موجود. ولد ديكارت في مدينة لاهاي في مدينة تورين الفرنسية في 31 من شهر مارس عام 1596. تلقى تعليما مكثفا وبدأ رحلته الدراسية في 8 من عمره في مدينة جوسوي، وحصل على درجة الحقوق بعمر 22 سنة. وضعه أحد أساتذته النافذين في دورة تدريبية ليتمكن من تطبيق الرياضيات والمنطق على العالم الطبيعي. جمع هذا الطريق بين تأمل طبيعة الوجود والمعرفة بحد ذاتها، ومن هنا أتت الملاحظة الشهيرة: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ولد كما قلنا في 31 من مارس سنة 1596 في لاهاي تورين، وهي بلدة صغيرة في مركز فرنسا والتي سميت لاحقا باسمه تكريما له. كان ديكارت الولد الأصغر بين 3 أولاد. توفيت أمه جين بروخارد في السنة الأولى من حياته. كان والده يواكيم عضو مجلس البرلمان المحلي، وقد أرسل أولاده للعيش مع جدتهم من جهة الأم، حيث تمكنوا من البقاء هناك بعد زواجه. اهتم يواكيم كثيرا بالتعليم، وأرسل ابنه رينيه وهو في 8 من عمره إلى مدرسة جوسوي لهنري الخامس في لافلاش، التي تبعد عدة أميال نحو الشمال، وذلك لمدة 7 سنوات. كان ديكارت طالبا جيدا، ولكنه لم يلتزم بنظام مدرسته الصارم، حيث سمحوا له بالاستلقاء في السرير حتى منتصف الظهيرة لأنهم كانوا يشكون بمرضه. وقد حضرته العلوم التي درسها بشكل جيد ليصبح فيلسوفا في المستقبل، وتشمل تلك العلوم البلاغة والمنطق وفنون الرياضيات من الموسيقى وعلم الفلك، بالإضافة إلى الميتافيزيقية، الفلسفة، الطبيعية والأخلاق. أمضى السنوات الأربع اللاحقة في دراسة الحقوق في جامعة بواتيه، وتخرج منها بدرجة البكالوريوس، وقد تكهن بعض الباحثين بإصابته بانهيار عصبي في ذلك الوقت. درس ديكارت لاحقا علم اللاهوت والطب، ولكنه تحاشى التعمق بهما انطلاقا من اعتقاده بأنه عليه السعي فقط إلى المعرفة الموجودة داخله، أو التي توجد في كتاب العالم العظيم. ألف لاحقا كتاب خطاب حول طرق التحري الصحيحة للأسباب وطلب الحقيقة في العلم، ونشر سنة 1637. سافر ديكارت وانضم إلى الجيش لفترة قصيرة، فشهد بعض المعارك وتعرف على العالم وتعرف هناك عن العالم والفيلسوف الهولندي إسحاق بيكمان، الذي أصبح معلما مؤثرا جدا في ديكارت. بعد عام من تخرجه من بواتيه، رسم مجال دراسته طيلة ما تبقى من حياته بناء على سلسلة من 3 أحلام أو رؤى مؤثرة. أبو الفلسفة الحديثة. اعتبره العديد أبو الفلسفة الحديثة لأن أفكاره قد نشأت من فهم الحاضر معتمدة على المشاعر، لم تكن عناصر فلسفته الحديثة، بينما كانت طرق الوصول إليها. لقد آمن ديكارت بأن جميع الحقائق مترابطة في نهاية المطاف، كما بحث لإيضاح معنى العالم الطبيعي بطريقة منطقية عبر استخدام الرياضيات والعلوم، وكانت طريقته امتدادا للطريقة التي اتبعها السيد فرانسيس باكون في إنجلترا قبل بضعة عقود. من أطروحاته: خطاب عن الطريقة، تأملات عن الفلسفة الأولى، ومبادئ الفلسفة. لقد صنف ديكارت في القرن العشرين فيلسوفا، إذ اهتم كل قرن بمجالات مختلفة من دراسته، على الرغم من تصنيفه كرياضي في البداية نتيجة أبحاثه في الفيزياء النظرية. تمكن عبر قوانينه في الانعكاس من وضع الهندسة الديكارتية التي تشمل الجبر، كما طور فهما تجريبيا لقوس قزح وتفسيرا لتشكل النظام الشمسي. اقترح تفسيرا طبيعيا لتشكل النظام الشمسي، على الرغم من شعوره بضرورة التكتم على الكثير خوفا من أن يلقى مصير غاليليو على أيدي محاكم التفتيش. ولم يكن قلقه في محله، لأن البابا ألكسندر السابع أضاف لاحقا أعمال ديكارت إلى قائمة الكتب المحظورة. لم يتزوج ديكارت، ولكنه حظي بابنة فرانسيس. ولدت في هولندا سنة 1653، إذ كان قد انتقل هناك سنة 1638 بسبب اهتياج الحياة في فرنسا، ما منعه من التركيز في عمله. كانت أم فرانسين عاملة نظافة في بيتهم،
قرر ديكارت تعليم الفتاة الصغيرة في فرنسا كما نظم كل شيء لتعيش مع أقربائها هناك، ولكن لم يحالفه الحظ في ذلك فقد توفيت الصغيرة في الخامسة من عمرها. انتقل إلى السويد قبل سنة من وفاته وفقا لطلب الملكة كريستينا ليكون مدرسا خصوصيا للفلسفة. بقيت صحته سيئة منذ صغره، اعتاد على إمضاء الصباح في السرير متابعا توقير حياة الحلم جاعلا إياها جزءا من منهجيات الاستيقاظ في تأمل الوعي، ولكن إصرار الملكة على بدء الدروس في الساعة الخامسة صباحا أدى إلى إصابته بنوبة التهاب الرئة لم يتعافى منها، إذ توفي في ستوكهولم سنة 1650. كانت السويد حينها بروتستانتية، لذلك قاموا بدفن ديكارت في مقبرة للأطفال غير المعمدين، ثم أخذوا رفاته إلى سان جيرمان دي بري الكنيسة الأقدم في باريس، وذلك أثناء الثورة الفرنسية. لقد تحولت طريقة ديكارت في دمج الرياضيات والمنطق مع الفلسفة عند مواجهته لأسئلة في علم اللاهوت إلى ميتافيزيقا، ما قاده إلى تأمل طبيعة الوجود وازدواجية العقل الجسد، مشيرا إلى أن الغدة الصنوبرية هي نقطة اتصال الجسم مع الروح، كما قادته فكرة الازدواجية إلى التقاء المادة باللامادة. لقد قاد هذا المفهوم إلى تناقض، لأن منهجه الفلسفي القديم قد أعطى الإنسان أدوات لتحديد معرفة ما هو صحيح. لحسن الحظ اخترع ديكارت بنفسه الشك المنهجي أو الشك الديكارتي، صانعا من كل واحد منا فيلسوفا. من أقواله الشهيرة: لا يمكن أن تمتلك عقلا جيدا دون أن تحسن استخدامه. أنا أفكر إذا أنا موجود. لا نملك سيطرة تامة على أي شيء سوى أفكارنا. أعظم العقول قادرة على أكبر قدر من الرذائل وكذلك أكبر قدر من الفضائل. الأرقام التامة نادرة تماما كالرجال المثاليين. الأرقام التامة يقصد بها هي الأرقام التي تساوي مجموع قواسمها. من أقواله أيضا: يجب أن نتعلم قليلا ونفكر كثيرا لنطور عقولنا. السفر على الأغلب يشبه الحديث مع من عاشوا في القرون الأخرى. كل شيء بديهي، وكل مشكلة قمت بحلها تحولت إلى قانون يستخدم في حل المشاكل الأخرى. وأخيرا، تقسيم الصعوبات إلى عدد من الأجزاء يسهل كيفية حلها.